مساء الخير والحب والسعادة والبهجة وذبذبات الحب بكل مكان تملأ بيوتكم وحياتكم وقلوبكم وأيامكم. الحب قلنا هو إكسير الحياة، الإنسان ما بقدر يعيش بدون حب، حتى لو شعر إنه بيفقد الحب في مكان ما في حياته حتلاقوه موجود، ابحثوا عنه حتلاقوه موجود. كتير أشياء بنعيشها في حياتنا وبنواجهها بحياتنا، ومواقف بتمر فينا بتدل على حب رب العالمين إلنا، حب لقراب منا إلنا، حبنا إحنا لنفسنا لذواتنا. أشكاله كتير مختلفة، درجاته كتير مختلفة. كتير بيفكروا إنهم بعيشوا قصة حب، بس في فرق بين الحب الحقيقي والزائف. الحب الحقيقي دائما بيخلينا نتقدم في حياتنا، بياخد بإيدنا وبينمي من مميزاتنا، بيخلينا نشوف الدنيا بحب، وبتشوف الناس اللي بتحبها كمان بدون عيوب، بتكون قادر إنك تتعامل كمان مع عيوب هذا الشخص الموجود عندك وتصلحها. فإذا كنت أنت بتحب حد حب حقيقي، هتلاقي أنك ملتزم بكل شيء، من قيمك، من عاداتك، حتى بذوقك. يعني ما بتغير لبسك عشان هو ما بحب هذا اللبس، نوعية اللبس، الأكل. يعني في ناس كتير بتلاقيها بتقولك لأني بحبه غيرت طريقتي بالحكي، لأني بحبه غيرت لبسي، لأني بحبه غيرت معتقدي، لأني بحبه غيرت تخصصي، لأني بحبه عملت هيك. إذا ما كنتي أنتي، كنتي هو بشكلك أنتي، فانتبهي على هذا الشيء. الإنسان اللي بحبك بحبك زي ما أنتي، بحب لبسك، أكلك، عادتك، مستوى تفكيرك، ثقافتك، كلامك، مشيك. أما الحبيب المزيف هو اللي بيخليك تبتعدي عن نفسك وتكتشفي أكتر عيوبك، وكأنه كان معجب بس بشيء معين فيكي امتلكه. فبقولكم الشخص اللي بيحبني حب حقيقي بيقبلني بطريقة أكلي، بطريقة شربي، بعيوبي، بصفاتي اللي ما بتعجبه، بمستوى فكري، مستوى ثقافتي. حلو أني أنا أتقدم، إذا كنت تعليمي واصل لمرحلة وعشانه حطيت في بالي أني أغير، هذا غلط. أقنعني أني عشاني أتقدم وأدرس وأكمل، مش غلط. الحبيب المزيف هو اللي بخليك تبعدي عن ذاتك، تبعدي عن نفسك، بكشف لك عيوبك مش عشان يصلحها، عشان يصغر منك. الحبيب المزيف دائما بيعجبه فيك شيء، بشعر انه امتلكه، مجرد انه امتلكه وامتلك مشاعرك لقى عندك عيب، بلاقي عندك عيب بيقوم بتخلى عنك أو بتحجج أو بتبتعد. وبعدين الحبيب الحقيقي، حطوها في بالكم، بسعى بقوة إنه يكون معاكي، يكمل حياته معاكي، مش تكوني معاه لفترة وتنتهي. فالحبيب الحقيقي بيخليكي أو بسعى دائما إنه يكون معاكي، قلنا بتلاقي التواصل بين ذاتك الداخلية وذاته الداخلي، بيرتاح معك، بتقبلك زي ما أنت، وبتصيري تلقائيا تتغيري من غير ما هو يطلب، بالطريقة اللي هو بحبها. بيكون معاكي لما يكون محتاج إنه يكون معاكي،
بتحسي بشوقه لما يكون بعيد عنك، بيخاف عليكي من نفسه ومن الآخرين. كلنا بتتحكم فينا عواطف بشرية وبتلعب دور كتير كبير في حياتنا، بس المهم نعرف هل المشاعر حقيقية ولا مش حقيقية؟ هل هذا الشخص بيستحق ثقتي أم ما بيستحقها؟ وتكلمنا من قبل وقلنا إنه الحب طاقة، ومدام الحب طاقة إذن في ذبذبات لهاي الحب أو لهاي الطاقة. سوري، مهم نشوف إحنا شو شايفين الحب، كيف شايفين الحب، شو منظورنا عن الحب، كيف بنعبر عنه. إنه قناعتنا هي العامل المهم اللي بيأثر على مشاعرنا، سواء كانت هذه القناعة سلبية أو كانت إيجابية. إذا كانت قناعاتك إيجابية حيكون عندك الشعور قوي، إذا كانت سلبية حيكون شعورك ضعيف. فمهم نعرف شو نوعية المشاعر، شو مفهومنا عن الحب. فلازم نعرف شو مفهومنا عن الحب، في شو بنشوف الحب، كيف بنشوف الحب. هل بنشوفه في وردة قدامنا؟ هل بنشوفه بشخص بجسد لنا الحب؟ هل بنشوفه بلمة معينة من الأهل من الأصحاب؟ كل واحد مطلوب منه بكرة يبعث لي كيف بشوف الحب، يبعث لي صورة، يبعث لي كتابة، يبعث لي اللي بيريحه. خلينا نشوف شو هو الحب في نظرنا، شو معتقدنا عن هذا الحب، بعديها بنتكلم كيف بنرفع ذبذبة الحب في حياتنا. إن شاء الله تكونوا استمتعتوا. شكرا للجميع، بتصبحوا على ألف خير.